حلقة جديدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى كشك الصحافة. نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، طاقم صحيفة 14 أكتوبر يفرون من عدن إلى المهرة. وفي الموقع الدولي، وضع مرايا عاكسة نحو كوكب المريخ، علماء يتدارسون هذه الفكرة. وفي الأخبار المنوعة، امرأة تطلب من زوجها قيادة طائرة بعد غياب كابتن الطائرة. حدث الانقلاب في عدن، واستمرت صحيفة 14 أكتوبر بالصدور لتحمل في صفحاتها رموز الانقلاب وتعاملهم كالأبطال. بقي العاملون في مكاتبهم تحت تهديد السلاح، ومع أول فرصة وفقا لموقع عدن الغد أقدموا على الفرار. وعنوان الموقع: فرار طاقم صحيفة 14 أكتوبر بعدن إلى المهرة. وعلم عدن الغد أن الطاقم الأساسي لصحيفة 14 أكتوبر فر من مدينة عدن قبل أيام عقب فرض المجلس الانتقالي لمشرفين على عمل الصحيفة. وبحسب مصادر عاملة في الصحيفة، فقد فر طاقم هيئة التحرير ومجلس الإدارة إلى محافظة المهرة شرق اليمن. وقال مصدر عامل في الصحيفة إن القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الصحيفة رياض محفوظ ونائب مدير التحرير أيمن عصام ومحمود ثابت، وهم أعضاء مجلس الإدارة، غادروا إلى المهرة، فيما اعتكف مدير التحرير عبد الرحمن أنيس في منزله احتجاجا على العبث الذي تتعرض له الصحيفة. استطاعت جماعة الحوثي في رحلة صعودها أن تدمج فيها المكون القبلي وأن تصبح بنحو ما قبيلة، وذلك وإذ أن أغلب المنتمين لها ومناصريها هم من أبناء قبائل شمال الشمال تحديدا. وقد وظفت الجماعة إمكانات القبيلة من خلال الثقافة القبلية والانتماء القبلي ودعم جبهاتها بالمقاتلين، كما فككت القبائل المعارضة لها. وعنون موقع المشاهد نت: جماعة الحوثي كيف فككت القبيلة ووظفت إمكاناتها لصالحها. ويستند تقرير الموقع إلى دراسة أعدها الباحث أحمد الطرس العرامي، جاء فيها أن جماعة الحوثي أخضعت قبائل صعدة لهيمنتها لتمضي قدما في طريقها إلى صنعاء، وساعدها على ذلك التنظيم والاحترافية والهوية الحربية أمام ميل القبائل للسلام. وأشارت الدراسة إلى أن القبيلة في اليمن كانت البديل الأول للدولة لدورها المؤثر في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إذ توفر نموذجا مبسطا عن حكم القانون وعن طريق تسوية النزاعات وتنظيمها. ورأت الدراسة أن دور القبيلة تقلص بشكل غير مسبوق مع استيلاء الحوثيين على الدولة ومؤسساتها منذ العام 2014، وتلقت أكبر الهزائم. ووفقا للموقع، فإن رموز القبائل وزعماءها أصبحوا يخشون من غضب قادة ميليشيا الحوثي، ولذلك اضطروا لإثبات ولائهم بإرسال أبنائهم وأقاربهم للقتال في صفوف الحوثي. يواصل الموقع: بناء على نتائج الدراسة، ما زالت جماعة الحوثي تستخدم الأساليب ذاتها التي كان يستخدمها الأئمة في اليمن، بما في ذلك الرهائن والاختطاف ومصادرة الأملاك. علي العمراني كان رئيسا لأول لجنة برلمانية أنشئت عام 2007 للتباحث حول مطالب الحراك الجنوبي، يكتب عن التطور الجديد في مطالب الانفصاليين الذين يحملون السلاح، وأضاف في أجزاء من المقال المنشور في عدن الغد: استمر الحراك الجنوبي سلميا حتى جاءت الإمارات، وقدرت أن مصالحها غير المشروعة تقتضي أن التسليح والعنف هو السبيل والغاية. وقلت قبل أكثر من عام إن تكوين جيوش عسكرية خارج إطار الشرعية يعبر إما عن سوء تقدير أو سوء نية لدى من يتبنى مثل ذلك. وأثبتت الأحداث الأخيرة في عدن أن سوء النية للأسف هو الذي يوجه سياسة الأشقاء في الإمارات تجاه اليمن في سبيل قتال الحوثي وتحرير اليمن. كان بإمكان الأشقاء المساعدة في تكوين جيش وطني من كل مناطق اليمن تحت إشراف رئاسة الأركان ووزارة الدفاع والقائد الأعلى، لكنهم خلافا لذلك سلكوا طرقا شتى، ولذلك ما تزال صنعاء بعيدة المنال، وما تزال كثير من المعارك تدور في تباب بعيدة عن صنعاء وقد طال الزمن.
وصار طرف في تحالف دعم الشرعية يقتل الآن قوات رئيس الشرعية ويجلي بالقوة حرسه الرئاسي من عدن التي أعلنها فخامة الرئيس عاصمة مؤقتة وملاذا له ولليمنيين بعد خروجه من صنعاء، لكنه منع من دخولها، مثلها مثل صنعاء. ومع أن دعوة الانفصال مقيتة وتعد عارا في تقديري في حالة اليمن، ولسنا نعرف كيف سيتم التعامل معها لو جهر بها مواطنون في دول عربية أخرى، لكن من الممكن تقبل سماع هذه الدعوات في اليمن والتعاطي معها ما بقيت سلمية، ولكن من الطبيعي والواجب التعاطي مع تلك الدعوات بالقوة لو اختارت هي القوة سبيلا. تسليح 90,000 من الجنوب كما قال الإماراتيون ليس من أجل قتال الحوثيين ولا تحرير صنعاء، وإنما من أجل فرض محاولة خيار الانفصال غير الممكن بالقوة. وخيار الانفصال غير قانوني وغير عملي كما هو معروف في حالة اليمن، وهو ليس سوى خيار الفوضى والخراب والحروب الأهلية الطويلة. بدأ العام الدراسي، ومع كل بداية عام دراسي يذهب طلاب للسؤال عن أحد معلميهم، لكن منذ اليوم لا داعي للسؤال، فالمعلم المعتقل في سجون ميليشيا الحوثي مات تحت التعذيب في السجن. وعنوان موقع المصدر أونلاين: بعد 3 أعوام من الإخفاء والتعذيب، وفاة تربوي في سجون جماعة الحوثيين بصنعاء. وقالت مصادر محلية إن أحد المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثيين توفي متأثرا بإصابات تعرض لها خلال عمليات التعذيب الوحشية. وأضافت المصادر للمصدر أونلاين أن المعلم علي عبد الله حسن العمار توفي في سجن الأمن السياسي بصنعاء متأثرا بالإصابات التي تعرض لها جراء التعذيب على أيدي ميليشيا الحوثي. وينتمي العمار إلى مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس. واختطفت ميليشيا الحوثي التربوي عمار أو العمار قبل 3 أعوام، وتعرض خلال الفترة التي قضاها في السجن لأنواع من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل. وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي إن أكثر من 1,500 معلم ومعلمة قتلوا على يد مسلحي جماعة الحوثيين خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات. قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إن القتال جنوب اليمن فتح جرحا كبيرا داخل التحالف، وفي حال لم يتمكنوا من إصلاحه فإن ذلك سيعمل على تمزيق البلاد إلى أجزاء متناحرة. وعنون موقع الوكالة: حرب جديدة قد تمزق جنوب اليمن إلى أجزاء متناحرة. في أغسطس غزت الميليشيات الموالية للإمارات عدن ومدنا جنوبية أخرى، وبعد قتال دموي تمكنت من طرد قوات هادي وحاولت التوسع إلى محافظة شبوة الغنية بالنفط. وعند ذلك سارع السعوديون لإمداد قوات هادي لطرد قوات الانتقال. ووفقا للتقرير الذي ترجمه موقع يمن مونيتور، يعتقد المسؤولون اليمنيون أن الإمارات تريد من حلفائها المحليين ضمان سيطرتها المستمرة على الجنوب. المملكة العربية السعودية التي تدعم هادي تخشى توسع السيطرة الإماراتية وتعارض انفصال الجنوب الذي سيكرس فعليا الحكم الحوثي في الشمال، ما يشير إلى اختلاف في الأجندة بين الإمارات والسعودية، وهذا يدعم الحوثيين. وفي العام الماضي وخلف الكواليس ظهر أحد عوامل الاحتكاكات السعودية الإماراتية، حيث قال 2 من كبار المسؤولين اليمنيين لوكالة أسوشيتد بريس إن السعودية أجبرت هادي أو حكومة هادي على قبول هدنة وأوقفت هجوم القوات التي تدعمها الإمارات لاستعادة ميناء الحديدة من الحوثيين. وقال المسؤولان إن السعودية تخشى أن يدخل الميناء الهام على البحر الأحمر إلى جانب الموانئ الجنوبية الرئيسية الأخرى التي تسيطر عليها أبوظبي. تقول الوكالة الأمريكية: دوامة جديدة من العنف يمكن أن تقسم الجنوب إلى جيوب، حيث تسيطر القوات الموالية للإمارات على عدن والمحافظات المجاورة، بينما تسيطر قوات الحكومة على الباقي. سياسيون يمنيون ممن تحدثوا للوكالة يقولون إن القيادة السعودية تبدو منقسمة، فهي من جهة متفاجئة من خطوات الإمارات لكنها لا تريد الانفصال عن حليفها من أجل معركة صريحة في الجنوب. مفترق جدة، اليمن وحيدا. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها في صحيفة العربي الجديد قائلة:
لم تكن الإدارة الإماراتية على رعونتها لتبدو بهذه الصفاقة ولا مبالاة حيال استهداف السلطة الشرعية عسكرياً، لولا امتلاكها غطاء دولياً وإقليمياً يشرعن أجنداتها في جنوب اليمن، إذ لم تستهدر هذه الإدارة بسلطة الرئيس هذه المعترف بها دولياً فقط، وإنما جردته من سلطته السيادية رئيساً لليمن الموحد. فقد تجاهلت مناشدته السعودية وقفت دعم الإمارات عن المجلس الانتقال الجنوبي، ونقلت سلطته من مربع مظلومية الاعتداء عليها سلطته إلى تورطه في حماية إرهابيين. في السياق نفسه يبدو أن السعودية حددت قواعد اللعبة في جنوب اليمن والتي تديرها الإمارات بعلمها، بحيث تنتهي أخيراً في يديها. فحتى مع تذبذب الموقف السعودي الرسمي حيال قصف الإمارات قوات الرئيس هادي وما ترتب عليه من سيطرة المجلس الانتقال الجنوبي على مدينة عدن، فإن الخلاف السعودي الإماراتي المعلن يقتصر على كيفية إدارة الملف الجنوبي وكيفية التعاطي مع الشركاء المحليين. السعودية قد حددت سلفاً مضامين حل الصراع بين فرقاء السلطة في جنوب اليمن من خلال مشاركتهما في حوار جدة، وهو ما يعني بالأسلحة التي يمكن استخدامها في هذا النزاع، محذرين من أن شرعية عمليات نقل الأسلحة من جانب فرنسا وأمريكا والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال قابلة للنقاش. المنظمات الموقعة على البيان تقول لكي تكون فرنسا ذات مصداقية في جهودها الرامية إلى وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، يجب عليها إزالة أي شك بالتواطؤ في جرائم الحرب والتوقف عن تغذية الصراع بالأسلحة. ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، تتورط فرنسا بانتظام في بيع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاستخدامها في الحرب في اليمن. الولايات المتحدة تصرح بأنها تخوض محادثات مع الحوثيين. تحت هذا العنوان كتب الصحفي الفرنسي ألان كافال مقاله المنشور في صحيفة لوموند، وترجم المقال لصالح قناة بلقيس وجاء فيه: بعيداً عن ضمان أمن المملكة العربية السعودية، يبدو أن التدخل الذي شنته الرياض ضد الحوثيين في أوائل عام 2015 قد وصل إلى طريق مسدود عسكرياً وسياسياً. في جنوب البلاد اشتبكت منذ أغسطس القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية مع الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة، بينما هم متحالفون رسمياً ضد الحوثيين، إلا أن مصالح الرياض وأبوظبي تتباين أكثر فأكثر. في الشمال لا تسمح الضربات السعودية التي تسببت بالكثير من الضحايا والتي شجبتها الأمم المتحدة بحدوث تقدم كبير ضد المتمردين،
بالنسبة لمصطفى نعمان نائب وزير الخارجية اليمني السابق، فإن قرار الولايات المتحدة بفتح محادثات مع المتمردين علناً يمكن أن يساعد في إلغاء المفاوضات المتوقفة بين الأطراف المتحاربة. يقول الدبلوماسي السابق الذي تواصلت به لوموند: إذا كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع الحوثيين فإنها تقوم بذلك بتعاون ضيق مع الرياض التي تتردد حتى الآن في فتح حوار جديد مع خصومهم. إن النتيجة الإيجابية للمحادثات الأمريكية قد تمهد الطريق لمزيد من المحادثات مع دول التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون الإعلان الأخير مفهوماً في السياق الفوضوي لليمن كما هو الحال في التوتر بين العلاقات المتحدة وإيران. لقد تحدثت واشنطن بالفعل مع الحوثيين في الماضي، ولكن من المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة طرحت محادثات جديدة في الوقت الراهن في خضم أزمات دبلوماسية كاملة على نفوذ إيران النووي والإقليمي لطهران. يقول فارع المسلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إنه من دون المشاركة الحقيقية والرسمية للسعوديين فإن المحادثات بين الأمريكيين والحوثيين لن تتغير كثيراً في الوضع اليمني. من ناحية أخرى بالنسبة لواشنطن إنها عملية أخيرة لإزالة الحوثيين من المدار الإيراني قبل استيعابهم أخيراً. فشلت الهند في أن تكون الدولة الأولى التي تنجح في إنزال مركبة فضائية قرب القطب الجنوبي للقمر الذي لم تصل إليه أي رحلة فضائية من قبل. ويعنون موقع البي بي سي في تقرير خاص بعنوان فقدان الاتصال بمركبة فضاء هندية كانت تستعد للهبوط على سطح القمر. واقتربت المركبة الفضائية تشندريان 2 من القمر بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لعطل وهي على مسافة 200 متر من سطح القمر. وقالت منظمة أبحاث الفضاء في الهند إنها فقدت الاتصال بالمركبة غير المأهولة قبل ثوان من الوقت المتوقع لهبوطها على سطح القمر. دخلت تشندريان 2 مدار القمر وكانت على وشك تنفيذ هبوط سلس على سطح القمر، وذلك بعد ما يزيد عن شهر من إقلاعها. وكان أفراد طاقم العمل الخاص بالمهمة يتابعون من الأرض دون توقف سير عملية الهبوط أمام الشاشات في وكالة أبحاث الفضاء الهندية. وسادت غرفة التحكم أجواء احتفالية أثناء ما وصفه الباحثون بأصعب مرحلة في الهبوط، بينما كان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يراقب سير العمل من خلف حاجز زجاجي فشل الهبوط ولم تتضح الأسباب. المهمة التي لم يكتب لها النجاح قادتها وللمرة الأولى امرأتان، هما موثيا فنيثا مديرة المشروع وريتو كاريدهال مديرة المهمة. لازلنا أيضا في الفضاء حيث نطالع فكرة تشبه الخيال لكن العلم بلا حدود، حيث عنون موقع وكالة أرض آشور مرآة عملاقة لتدفئة المريخ وجعله صالحا للعيش. محاولات العلماء مستمرة لاكتشاف إمكانية الحياة بعيدا عن كوكب الأرض، وآخر هذه المحاولات اقتراح باستخدام مرآة عملاقة للمساعدة في جعل المريخ مؤهلا للحياة أو لحياة البشر على سطحه. وقال مدير شركة سبيس إكس الأمريكية لتصنيع وإطلاق المركبات الفضائية إيلون ماسك اقتراحا جديدا لتأهيل كوكب المريخ لحياة البشر، ولكن هذه المرة دون الحاجة إلى استخدام أسلحة ومعدات تفجير نووية حرارية مثل ما اقترح سابقا. الاقتراح الجديد يعتمد هذه المرة على تطوير مصفوفة من المرايا الضخمة لتدور حول كوكب الأحمر بهدف رفع درجة حرارته بانعكاس أشعة الشمس نحوه. وقال ماسك: يبدو من المنطقي استخدام آلاف العواكس الشمسية الفضائية لتدفئة المريخ كشموس صناعية. في الأخبار المنوعة التي تم تداولها اليوم في أكثر من صحيفة ما نشره موقع دي دبليو الألماني والذي عنوانه غاب قائد الطائرة فقادها مسافر بعد طلب من زوجته. وقال الموقع إنه في طائرة متجهة من مانشستر إلى إسبانيا تسبب غياب قائد الرحلة في تأخيرها. الحل جاء على يد سيدة كانت مع طفلها وطلبت من زوجها قيادة الطائرة إلى وجهتها حيث تقضي الأسرة إجازتها. انتشرت القصة بعد أن سجلت إحدى المسافرات على متن الطائرة فيديو نشرته على موقع فيسبوك لرجل يتحدث إلى باقي المسافرين عبر الميكروفون ويخبرهم بأنه سيقود الطائرة بنفسه.
وكان دافعه الأول هو رغبته بعدم تفويت الإجازة مع زوجته وابنه الصغير. وكتبت المرأة التي نشرت الفيديو أنها ممتنة للرجل، فبدونه ربما كانت ستلغى الرحلة. يفيد الموقع أن الأسرة اكتشفت بعد إنهاء إجراءات السفر وأخذ التذاكر أن الرحلة يمكن أن تلغى بسبب غياب أحد الطيارين. شركة الطيران فيما بعد أعلنت أن من قاد الطائرة ينتمي إليها، وقالت: نحن ممتنون للغاية لأحد طيارينا الذين والذي تطوع لقيادة الرحلة ما سمح بنقل ركابنا إلى وجهتهم. حق يراد به باطل. تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط. انتشر استخدام مصطلح الإرهاب بالمعنى الواسع للكلمة في عدد من المناطق في العالم، وكانت قمته هجمة نيويورك عام 2001، ومعظمها عمليات قتل مشينة ضد مدنيين محملة على أسباب دينية أو ثورية أو حتى وطنية أو حكومية. إرهاب الدولة كمصطلح ليس جديدا أيضا، ففي العصر الحديث هناك وفرة من أمثلة استخدام الجنرال رعب المسمى إرهاب الدولة لإخافة وتطويع الجمهور العام. أدولف هتلر استخدم الإرهاب محمولا على نقاء العرق الآري لتصفية هذا المصطلح هدية ثمينة لمن يريد تصفية خصومه وإلحاق الأذى بنشاطاتهم، حتى لو كان ذلك النشاط طلبا للحرية والانعتاق من الاستبداد. من هنا نجد أن التسويق لمحاربة الإرهاب يتبناها حزب الله اللبناني الملتحق بالمشروع الإيراني خارج المشروع الوطني من أجل تبرير تدخله في مناطق عديدة من الساحة العربية، من سوريا حتى العراق واليمن بالوكالة عن مشغله في طهران، وفي أوقات الاستعانة حتى بالأسلحة المحرمة دوليا. الدولة التسلطية وما ينتج عنها من اختلال في العلاقات الناظمة للجماعة تغذي الإرهاب، وكذلك الأحزاب التسلطية القابضة على خناق الدولة أو المدججة بالسلاح تفجر التناقضات في المجتمع، وتستخدم الإرهاب الاغتيالات سبيلا لإسكات أي معارضة في أوضح ما ينطبق عليه القول: حق يراد به باطل. ما نشاهده أمامنا ليس أكثر من فشل النخب الحاكمة في بناء دولة المواطنة التي يمكنها أن تحتضن الجميع على تنوعهم في إطار جامع عصري وحديث. فاز المصور الأمريكي مصطفى عبد العزيز بجائزة لايكا أوسكار بارناك للتصوير الفوتوغرافي بمشروعه الذي استمر لمدة 8 سنوات. الصور تدور حول الأرض وحماية البيئة، نتابعها من صحيفة الغارديان البريطانية. رسمة كاريكاتير واحدة قد تغنيك عن قراءة مقال بأكمله، ذلك الفن الذي اختصر العبارات برسمة واحدة، نتابع جزءا من ذلك.